أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بدنا نرحب بدكتور كمال المصري، مدرب مهارات حياتية، للحديث عن كيفية التكيف في ظل الظروف الراهنة. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونورتنا بيوم جديد. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. يا هلا. صباح الورد. أهلا. يعني مفهوم التكيف، يعني لما نحكي بمفهوم التكيف كثير شائك بصراحة، ومعتقدات مختلفة. نتحدث عن مفهوم التكيف وتعريف هذا المفهوم قبل ما ندخل بتفاصيله. نعم نعم. التكيف والمرونة يعني يمكن يكون يعني مترادفتان، يعني كلمات ممكن أن نستخدمها بنفس السياق. في كلمة بالإنجليزي بسموها resilience، وهي يعني أكثر تعريف إلها الحقيقة ممكن يكون بالعربي، يعني كيف لما أنت سرعة النهوض بعد ما أنه الواحد يعني أنه يوقع، كيف أنه سرعة النهوض، سرعة الحركة. يعني كيف بمشبهها أنا، لو بدنا نأخذ تمسك أنت سفنجة وتقعد يعني تضغط فيها يعني تجعلكها، وبعدين لما تفك ايدك عنها انها بترجع لنفس القوام تبعها. هذا المهاره اللي يعني بنحكي عنها احنا، ان كيف ان الواحد مع كل هذه الظروف والضغط النفسي والضغط الاجتماعي وكل المؤثرات اللي ممكن تكون حوالينا، انه تكون مؤثر على هذا الشخص، وكيف انه يستطيع انه ينهض. صحيح. فهي هذه الحقيقه، هذه المهاره اللي خلينا نسميها هذا، اللي هي التكيف مع المتغيرات او المرونه التكيف او الريزيلينس، خلينا نقول بسم الله. هي الحقيقه بدات تظهر ونشوفها اكثر يعني في مجال العمل بعد ازمه كورونا. صارت كثير الشركات في المقابلات اللي بيعملوها مع الموظفين انه يحاولوا انه يقيموا شخصه مدى امكانيه هذا الشخص المقدم لهذا الوظيفه وهذا العمل، انه عنده هذه القدره انه يقدر يتكيف مع هذه المتغيرات. لانه بتعرف يعني بالخبرات السابقه تاعتنا، انه ممكن انه اليوم انت تشتغل من البيت، لا بكره تعال اشتغل من المكتب، بعد بكره لا، انه مثلا في انقطاع عن العمل. فالانسان هذا ما عنده هذا القدره على التكيف. حتى بعض الوظائف دكتور، انه حديثك بتقييم السنة بيقول لك انه يتكيف مع في كافه الظروف اللي ممكن يمر فيها هذا الموظف. فانه قديش اليوم موضوع التكيف مهم حتى بوظيفتك انت بعملك بطبيعه شغلك 100%. فبالتالي هي مهمه جدا وعم تزداد طبعا اهميتها في كل الظروف، لانه احنا دائما عايشين في عالم مليء في المتغيرات. يعني في وكمان انه ما عندنا يقين ايش عمله بيصير، يعني اليوم ايش بيعرف الواحد ايش بكره حيكون. فبالتالي ممكن مهم جدا انه يكون عنده هذا طبعا. طيب دكتور كمال، مهارة التكيف هي مش موجودة عند كل الأشخاص، وهي مهارة بنقدر نطورها من خلال حياتنا من خلال الخبرات. خلينا نقول كيف بنقدر نطور من مهارتنا، وهل البيئة ممكن تأثر على قديش عندنا مرونة بالحياة؟ أكيد. هلا طبعا يعني التطوير هذا الشيء وكل شيء ممكن قابل للتطوير، اللي هي أول شيء إنه يكون عندنا وعي، يعني زيادة الوعي عن إنه والله إنه أول شيء في عندنا هذه المهارة وعندنا هذه القدرة اللي يمكن إن ننميها. لأنه يعني إذا ما حكينا أن العالم مليء في هذه المتغيرات، فمهم جدا إنه الشخص إنه يدرك إنه أنا بحاجة إنه أكون عند هذه العقلية تاعتي. صحيح. إنه أنا أكون أتقبل التغيير، لأنه إحنا بنحب الروتين. أي حدا الإنسان طبيعته بحب الروتين، نعتبره آمن. إنه هذا أنا بروح اليوم بصحى الصبح نفس الساعة، بعمل نفس الروتين، بروح بنفس الطريق على الشغل، ولا بقوم بعمل يعني بحب التغيير. بس حاول أطرق أو حدا يعني يجبرني على تغيير، يمكن إنه يكون عندي أنا أمانع هذا التغيير، لأنه خلص عقلي وقوتي ونشاطي تعود على هذا الشيء. فمجرد ما إنه يغير شيء بصير عندي هذا القوة. بس في أشخاص دكتور عندهم الروتين قاتل وبيلجأوا لتغييره. هذا شيء كتير كويس الحقيقة، يعني تغيير الروتين شيء كويس، لأنه هو بنشط هذه هيك المسارات الذهنية عندنا، إنه إحنا عمال نغير. بالضبط. وسع المدارك. فواحدة من الشغلات اللي الواحد إنه يعملها، اللي هي إنه أحاول أغير أنا هذا الروتين، عشان إنه زي عضلات إنه أنا يعني بشغلها، إنه واحدة من عضلات اللي هي أتفاعل وأتعامل مع هذه المتغيرات اللي عمالها بتصير عندي. فواحدة من أهمها اللي هي إنه أدخل هذه التغييرات عندي على بحياتي. يعني هي كأداة ومرونة زي ما تفضلت، ومن خلال التكيف. لكن اليوم موضوع التربية جدا مهم، والبيئة التربوية سواء من الأسرة ابتداء من الأسرة وأيضا نهاية بالمدرسة. هذا الموضوع جدا مهم اليوم، يكون في تكيف بكافة الظروف، وممكن أنه يتم تدريسه أيضا بالمدارس. 100%. طبعا هي مهمة جدا، أنه زي ما حكينا أنه عم بتزيد أهميتها. والحقيقة إذا التفتنا عليها إحنا يعني من الصغر، يعني عند الأطفال، لأنه هذا هو الجيل، هذا المستقبل.
وعماله احنا بنلاحظ يعني هالايام كثير وعم بسمع انا وهذا اللي هي المقارنات دائما عندنا. الطفل هذا انت مقارنك في حدا ثاني شخص ثاني، انت ما عندك نفس القدره تروح شوف مثلا شو بيعملوا هدوك انت يعني. فهذا المقارنات هذه اللي بتاثر نفسيا على لانه بتحفر فكره عند هذا الطفل من هو صغير انه انا لست كفؤ اوكي مثلا، لست قادر على انه اقوم بهذا العمل. فهذا كله خلص اثرت فيه عمال بيكبر وعم تكبر معاه تنزرع داخله وبتكبر معاه هذه الفكره انه هو كما قارنوه مع امه او ابوه. اذا نظره الاهل للاطفال انه انا اقارنك بدي اعطيك حافز، بينما تاثيرها على الطفل اكيد رح يكون تاثير سلبي 100%. فبالتالي مهم جدا ان نشوف احنا ايش هدفنا من المقارنه هذه. اذا بدي اعطيه حافز فممكن انه لها اسلوب اخر، بس المقارنه فقط بالمجرد انه انا بقارن روح شوف فلان وروح شوف هذاك المكان يعني فقط وتركنا انه هذا، فهو حيصير عنده هذا اللي هي عدم الثقه في النفس انه انا غير قادر غير مكتمل غير لا استطيع. مش ممكن يروح لجهه انه انا بدي اصير اقدر اكثر، بدي يصير عندي صبر اكثر، بدي احمد ربنا مثلا على النعم اللي موجوده بحياتنا. مش ممكن يكون إلى هذا الجانب بس أعتقد إنه إحنا لازم يكون عندنا هذا النية إنه إحنا لما نعمل هذا الشيء أو نحكي معهم إنه يكون عندنا هذا الرغبة وهذه النية إنه تكون من منطلق اللي هي إنك أنت يعني تكون ممنون أكثر، عندك امتنان أكثر وتقدير أكثر لهذا النعم. فهذا لا يعني مش بالضرورة تكون فقط بالمقارنة، ولكن إنه مش غلط إنه إحنا نوضح نسمي الأشياء بمسمياتها إنه يعني إنك أنت عندك هذه الإمكانيات اللي هي تعزيز الإمكانيات اللي عند هذا عند هذا الطفل، اللي هي إنك أنت تعترف له بهذه الأشياء اللي عنده، يعني عندك هذه الإمكانيات اللي أنت موجودة عندك إياها، عندك إمكانية إنك أنت تروح على عندك الأمان، عندك الإمكانية مثلا قدرات عقلية، عندك الصحة البدنية، عندك فهذه كلها يسموها زي ريسورسز أو مصادر اللي ممكن إنك أنت تستغلها على أساس إنك تكون إنسان يعني دكتور أكثر يعني باعتقاد الجميع إنه البقاء دائما موجود للأقوى بحياتنا تحديدا. اليوم في مقولة تحدث إنه البقاء للهين للمرن للين أو البقاء لمن دائما يقبل التجديد بحياته، سواء ظروف صعبة ظروف سيئة ممكن يتقبلها ويتكيف معها. قديش هذا مهم، وحتى لو شفنا شخص معين ما أقارن حالي بهذا الشخص، بالعكس أكون شخص كما أنا أتحدث وأن أكون قابل للمرونة وأيضا التكيف وأيضا اليوم أقبل التجديد في كافة المراحل. دكتور صحيح، في ذكرتني في بالتدريبات الخاصة في الجيش في ترم بيستخدمه بأمريكا اللي هو يسموه VOCA VUCA إلها معنى بالإنجليزي، ولكن إن هذا VOCA لما يكون عندك أنت فوضى في عدم يقين في بتعرف انت بالمعارك والحروب والشغلات ويكون عندك هذا عدم اليقين شو عمله بيصير. فواحدة من اهم الشغلات اللي على اساس ان الواحد انه يستطيع انه يعيش وانه يقاوم وانه يستمر في هذه الارض انه يكون عنده هذا النوع من الريزيلينس او التكيف والمرونه هذه كلها. فهي نوع من ان الواحد انه يستطيع انه يعيش ويتعايش يتخطى. وبتعرف اليوم لو جبنا اي نبته او اي زهره او اي شيء حطيتها في بيئه مش بيئتها وحطيتها وما ما ما تكيفت مع هذا بتموت. فهي القاعده انه اللي ما بيستطيع انه يتكيف يعني يتلاشى بيموت بينقرض. فبتكيف مع كثير ظواهر ومتغيرات، واحنا طبعا يعني واضح انه عمالنا بنعيش متغيرات، صرنا بنعيش متغيرات مستمره. وبدينا في هذا التغيير 7 اكتوبر هو تغيير بكل 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 النواحي. فالانسان بده يكون مطلع كأهل مربيين انه شو عم بيصير عند التغييرات، في تغييرات مختلفه اجتماعيه في ماليه اقتصاديه اللي هو. فبتكون انه الواحد انه يكون واعي انه في هذه التغييرات وكيف انه يكون هذا الطفل اللي هو المستقبل تبعنا انه يكون
عنده هذه القدرة نحو طبعاً المرونة والتغيير للحياة اللي عماله بيعيشها الوضع بيعيشه الاقتصادي وشابه ذلك. طيب دكتور، ردة الفعل لنا قديش ممكن تكون مؤشر على قدرتنا على التكيف، خاصة أنه إحنا بنمر بتجارب كتير ردات فعلنا بتكون متفاوتة. صحيح. فكيف أنا بدي أعمل لنفسي تقييم أنه أنا قادر أتكيف شو ما كان الوضع؟ جميل جدا. هي طبعا هي سميتها أنت ردات فعل، وهذا جميل جدا، لأنه في فرق كبير بين أنه أنا أكون عندي ردة فعل وبين أنه أكون أنا متخذ قرار. وهي الفرق بينهم أنه بين ردة الفعل هي مبنية على أفكار أنا عندي إياها، ومش مش بالضرورة تكون أفكار حقيقية، لأنه زي ما حكينا بالسابق أنه والله إنه ممكن أنه فكرة أنه حدا زرعها عندي أنه أعطاني هذا الفكرة أنه أنا غير قادر وأنا غير شاطر وأنا غير فهلوي وأنا كذا كذا، فأنا كبرت وعندي هذه الفكرة، فهذا بتصير ولد عندي هذه المشاعر، وبتصير بأي موقف بصير أنا أتخذ ردة الفعل هاي، لأنه هي مبنية على هذه الأفكار اللي مش بالضرورة تكون أفكار صحيحة لأنه حدا أعطاني إياها. فإذا عملنا عادة هيك ريانجينيرينج أو هندسة عكسية، حنرجع نلاقي أنه السبب اتخاذي هذا القرار أو هذه ردة الفعل كانت مبنية على هذا الفكرة اللي غلط. فهون مهم جدا أنه إعادة تفنيد لهذه الأفكار لما بيكبر الإنسان، والأفضل طبعا من الصغر أنه ما نزرع هاي الأفكار الغلط عند الأطفال على أساس أنه ما يكبر وتتكبر معه. بس إذا صار هذا الشيء، أنه مهم جدا أنه الشخص لما بصير يعني أكبر أنه إعادة تفنيد هذه الأفكار، أنه يرجع لورا، ليش أنا عمالي بتخذ هذا الردات الفعل المعينة، ليش أنا عمالي بنحرج لما حدا بيقدم لي مثلا انتقاد، ليش؟ فبتكون إلها أسبابها، والأسبابها بتكون هي أفكار اجتنا من البيئة اللي احنا عشنا فيها، من يعني رأي ناس آخرين فينا وزرعوها وكبرنا فيها. فهذا هي بتكون الفرق. يعني سؤال الأخير دكتور سريع إذا سمحت، اليوم مرونة التكيف بجوز هي نحتاجها بشكل يومي بحياتنا اليومية، اليوم كيف ممكن نتعامل مع بعض التحديات للأطفال اللي احنا بنشاهدهم الآن، وبخصوص بالمشاهد اللي الآن بيشاهدوها بما يحدث الآن، كيف ممكن نتعامل مع أطفالنا في هذه الفترة؟ سؤال مهم جدا الحقيقة، لأنه يعني إذا ما انتبهنا لهذا الموضوع الحقيقة بيكون في أثر كتير نفسي وسلبي على الأطفال هذا في المستقبل. يعني مهم جدا إنه أول إشي إنه نبتدي في إنه نشوف نحكي، يكون عندنا يعني شفافية مع الأطفال، لأنه برضو الأطفال هذول بأخذوا معلومات، ممكن يقرأ معلومات من الأب والأم، من أو حتى ممكن يشوف فيديو هو ممكن يشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بنعرف إيش بشوف، فهو عمال بقرأ مشاعر الأب والأم، مشاعر البيئة اللي هو عايش فيها، بتولد عنده هذا الخوف، بتولد عنده هذا الهواجس المختلفة. فمهم جدا إنه الأهل إنه يكونوا صريحين ويحكوا مع الأطفال، يبتدوا من وين، إنه شو فاهمين هم عمل بصير، يعني عشان يشوف يقيم وإيش مدى فهمه، وبناء عليه إنه فرصة مهمة جدا إلنا إنه نزيد وعي الأطفال عما يدور من حولهم، تثقيفهم، تعليمهم، على أساس إنه ما يأخذوا هذه المعلومات فقط من مصادر يمكن إحنا مش ما تكون دقيقة وما تكون مزبوطة. فزيادة إن الجلوس معهم نفهم إيش عمال بدور في خواطرهم، زيادة وعيهم، تقنين المعلومات اللي باخدوه من وين عمال بتاخد هذه المصادر، ومش بس مرة واحدة، إنه أعتقد إنه هذا الشيء حيكون بشكل مستمر، لأنه اليوم أنا حكيت معه وبكرة ولد عنده مشاعر مختلفة، لازم إنه بشكل دوري إنه يكون عندي هذا النظام اللي بحكي معه. وشغلة مهمة جدا جدا كمان فضل. للأهل وللأطفال كمان، اللي هو الاعتناء بالنفس برضه كمان مهم جدا بظل هذه الأحداث، إنه مهم الإنسان إنه كمان يعني كلياتنا عندنا الشغف وعندنا الفضول ان نعرف على مدار الساعه ايش عم بيصير، بس مهم جدا ان الواحد ان يعتني بنفسه، لانه اذا ما اعتنى في نفسه صعب انه يعتني في الاطفال ويعتني في الاخرين. احنا نشكرك دكتور كمال المصري، انت مدرب مهارات حياتيه، اهلا وسهلا فيك وشرفت. اهلا وسهلا فيك. شكرا.